كده حركات ومحتاجات الحركات بتاعت الفيديو انزل النت صح كده عسل؟ دي عبارة عن المية تمام عاوز احط لها انت بيض ماشي زلال بتاع البيض انت بتعملها ازاي يا عمو؟ انا بعملها مية وملح بس ايوه انا عايزة زي ما انت بتعملها بالظبط بس انت لو عاوزة بقى اداء احسن زلال اللي هو بياض البيض بياض البيض ايوه اديها قرمشة كده تطلع منها البتاعة الحمراء تديها المية بتاعتها على العجينة عجينة بيضة واحدة بس تمام وايه بنسيبها تريح؟ وتعجنيها بقى تقعد تلفيها كده لغايه ما تبقى متماسكه زي دي كده. بس بتسيبها ترتاح شويه صح؟ عشان تطلع معاك تتسلق كده. ايوه. ده شكل اللي هو اللي بسكر. دي بسكر. زيره بسكر واللبن اهو لسه هيسقيها والسكر والسمنه كل حاجه. ايوه. الطلب اكتر بقى على المحشي ولا الحلو؟ الحلو احنا مشهورين بالحلو. مشهورين بالحلو. هي زبده مسكر. طبعا فطيرة عم نور دي مشهورة. ايوه. فطيرة زمان ده مشهور في السويس. اللي هي بتاعت 60 سنة. ما شاء الله ربنا يديك الصحة يا رب. وعلى فكرة دي أخف من المشلتة اللي بالسكر. ايوه. أخف بكتير. ايوه عشان دي حاجة طبيعية. يبقى معمولة سمنة حلوة يعني وزيت كويس. سمنة بلدي. اه. هي اللي بتديها الطعم السمنة. هي بتديها الطعم. ايوه. تاخد قد ايه سوا بقى في الفرن؟ ربع ساعة. انت لو نعمل حديث نعمل حديث. حديث يعني ايه؟ نعمل حديث. في ناس بتيجي تعمل فيديو ده هنا شيء. استنى بقى مفردها بقى. ماشي. مفردها كده في ايه؟ واحنا اللي بنجيب لك المكونات لو محشيه ولا انتوا بتبقوا؟ لا عندنا هناك بنجيب مظبوطه. لا بكلم حادق. حادق لا في عندنا سجق. انت ممكن تجيب لنا الرومي بس لو عاوز جبنه رومي زيتون وبيت تجيبيه. الرومي غير شويه يعني. عدت قوي ما بتجيبش التكلفه بتاعتها. انا اجيب جبنه رومي. جبنه رومي زيتون وبيت. وانت تعملها ايه؟ اه ده انت بتحط واحده جوه واحده وبتشمعها الاول شمعها الاول لازم جبتي منين تشمعها دي؟ شفت بقى خبره خبره برضه جبتي منين تشمعها دي؟ ايه رايك؟ بتاعت السمره دي ايوه انا كنت شايف زمان ايوه خلي بالك بقى عشان ما نفسكش ايوه خلي بالك من نفسك فطير ايمي بقى خلي بالك من نفسك ينفذ فطير عم نور ايوه ممكن نسميه بقى فطير عم نور الامور الامور ايه رايك؟ تمام اللبن بيبقى سخن ولا بارد؟ لا بارد وينزل على الفطيره وهي سخنه صح؟ ايوه ايوه روعه انا سامعه صوت القرمشه ايوه مقرمشه من بره وايه؟ اهم حاجه تبقى ايه؟ تبقاش عجين في عجين. الزبون ده بقى طالب ايه؟ طالب واحده إيه؟ بالسجق. الزبون ده. واحده بالسجق واحده حلو؟ ملفوفه هتلفها. اسمها ملفوفه. دي ب 15 حلوه قوي اسعارها جميله والله. دي بالسوسيس. كمان جايين بالسوسيس والسجق يعني عشان تبقى ايه؟ ده عندي ده. جميل قوي. واخد بالك؟ اما الجبنه الرومي ده بيبقى ايه؟ يا عم هم كارين هم. احلى كتير رول. رول ايوه. يلا يا زوم. والله احلى من الكريب اللي طالع الايام دي. ايوه ايوه خليك صح؟ مرة جاية جربيها بقى. ان شاء الله. نسميك رب الغلابة ده. ايوه. الغلابة حاجة ست. الناس بيضحكوا على الناس ب 30 جنيه و 40 جنيه. لا ده انت لا 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 عيني انت عن كده بكتير. ده أسعار قديمة دي. أسعار قديمة. عيني انت عن كده بكتير. المرة الجاية تجربيها. إن شاء الله يا عم.
طبعا انا عارفه ان عم نور هو اسم الاب. ايوه انتوا كلكم الاولاد. احنا انا عبد السلام. بس انتوا مشهورين. اهلا يا عم عبد السلام. انتوا مشهورين بعم نور. في علي نور وفي احمد نور. مجموعة اخواتي ما شاء الله كلكم شغالين في الصنعة. برغم ان كلكم كل واحد ليه برضو وظيفة تانية. في المهندس وفي المدرس. ايوه كده. ايوه شفت انا عارفة بقى تاريخ العيلة كلها ازاي. شكلي كده بتعملي فيديو بس بتدلي عليا. شوف انا فيديو عليا. انا عارفة تاريخ العيلة كلها. قولي بقى يا عم عبد السلام مواعيدك بقى من كام لكام؟ من بعد المغرب ولا الساعة؟ من بعد المغرب يعني مش فاتح بالنهار خالص. لا. أصل النهار ما حدش بياكل كتير في النهار، الناس بتنام. ياكلوا بالليل وبعدين خفيف على فكرة. خفيف على المعدة. اعملها بعد كده لو تاني عشان هي مش مفروض. بس احنا مهما عملناه في البيت سبحان الله ما بيطلعش نفس الطعم بتاعه. دي بقى السوا. السوا لازم يكون في رايه هنا. الفرن ده ايه؟ نوعه ايه؟ نوعه اسمه ايه يعني؟ اسمه بلدي. فرن بلدي. فرن بلدي. بيفرق عن افران البوتاجاز العاديه بتاعتنا؟ بيفرق ايه بقى؟ لان دي فيها رايه من هنا. الفرن العاديه ما فيهاش رايه من تحت. من تحت ومن فوق. فوق لا. ممكن ممكن بقى لو بتاعت البوتاجاز. لو الفرن اللي هي الصاج دي اللي فيها رايه من جنب ممكن دي تسوي كويس. طب ما ينفعش احنا نسويها من فوق خالص من فوق. على طاسه. على طاسه. من تحت. من تحت تبقى مستوية ومن فوق تبقى ناجحة. تبقى تبقاش طرية زي دي كده طالعة طرية فخية. ما شاء الله. سلام. بسلامة. ها. خفيفة. يا عم احنا يا راجل ده عاوز اوريك الحركة دي بقى. حركات عم نور. واحد هنعملها ثلاثة ها. ادي واحد. ماشي. اثنين. الله ينور. ادي ثلاثة. الله ينور يا عم عبد السلام. يا سيدنا عم نور. كده اوكي تمام. هناخدها معايا. بس كده يعني مش مفهوم. الجو حر. اللبن ده عامل ايه؟ لا ده احنا هناكلها يعني مسافه السكه مش بعيد احنا يعني. ظبطها كاننا هناكلها في المحل بالظبط. هاي كمان جميلة. تسلم ايدك. قول لي بقى عندك ايه تاني حلو وعرف الناس بقى. فطيرة بالسكر العادي واللبن والسمن. دي العادي السادة. ايوه. في ايه تاني؟ في بقى بالكنافة. الكنافة تمام. كريمة. والزبيب وجوز الهند. والزبيب وجوز الهند. دي كل الانواع الحلوة اللي عندك. اقل فطيرة عندك بكام؟ حاجة 15. واغلى فطيرة عندك؟ 50. 50. اسعارك جميله. اسعار زمان دي. انت ذيعي فين بقى الفيديو ده؟ على الفيسبوك. كيف بقى محل؟ محل عم نور. عم نور الفرع الثاني. حاضر. اللي في الغريب. لا الفرع الثاني ده مش غريب. في هو الفرع الثاني في الغريب. ما انا عارفه. امال احنا فين هنا؟ انا الفرع الثاني جلدان. عند جلدان. جلدان. ايوه مش المنطقه دي اسمها الغريب برضو ولا ايوه؟ ما دي غريب والثانيه غريب. الثانيه الغريب. الثانيه بقى موجود في جامع الهول. انما ده الفرع الاولاني الاصلي. الاصلي. اللي في وش جامع الغريب. ايوه ده الفرع الثاني. اللي هو عند جلدان. عند جلدان. طبعا السوايسه بس هم اللي يعرفوا اللي احنا بنقوله ده الوصف. او عند حليب. او عند حليب. او عند حليب. تسلم ايدك يا عم عبد السلام. خدي بقى التليفون عشان لو حد عاوز يتصل. قول التليفون. يتصل. قول لي. 012. تمام. 3 2 0 3 8 3 9. حد حابب يتصل. ايوه. ومثلا تجهز له الحاجه بتاعته. وعندي دليفري كمان. وعنده دليفري كمان.
احلى فطيره.